بسم الله الرحمن الرحيم. ناقشنا في المقاطع السابقة كيفية حساب أو إيجاد الدي اف تي كوفيشنت، وذكرنا مجموعة من الطرق، سواء كان بطريقة الدايركت اللي هي طريقة حساب الدي اف تي باستخدام المعادلة مالتنا اللي هي الاكس اوف كي، أو باستخدام الاف اف تي، خلينا نقول إنه الالجوريثمز اللي ناقشناها، سواء كان بالديسميشن ان تايم أو ديسميشن ان فريكونسي. عملية الحساب اللي تناولناها في المقاطع السابقة هو إيجاد كل الدي اف تي كوفيشنت، أو خلينا نقول إنه كل الفريكوانسيز المتعلقة بالدي اف تي، على اعتبار إنه الاكس اوف كي هي تمثل الفريكوانسيز، أو هي تمثل الفوريا ترانسفورم بالنسبة للسيكونس مالتي اكس اوف ان، فبالتالي نتعامل مع فريكوانسيز. المشكلة اللي عندنا أحيانا إنه أنا ما أحتاج كل الترددات، وأنا ما أحتاج بعض الترددات. يعني مثلا عندي في تطبيقات الفريكوانسي شيفت كينج دي موديليشن، احتاج انا فقط ترددات اثنين، باعتبار انه عمليه الارسال هي قائمه على اساس الزيرو والوان، فبالتالي عندي تردد للزيرو وعندي تردد للوان. من التطبيقات الاخرى اللي تحتاج بها عمليه سلكشن للترددات، يعني مو لكل الترددات، مثلا عمليه الديجيتال تليفون، فبالتالي بنستخدم ما يسمى عندنا بي الدي تي ام اف، اللي هو التاتش تون تليفون دايلينج. هنا أنا راح يكون عندي عملية سلكشن للترددات، وليس لكل الترددات، عملية اختيار وعملية سلكشن لتردد معين ونسوي له عملية الإرسال. فبالتالي ما هي الميكانيزم أو ما هو النظام اللي أنا أختصر بيه الوقت بدل ما أحسب كل الترددات اللي عندي، وإنما أجري عملية اختيار وسلكشن فقط لتردد معين. خلينا ناخذ مثال الدي تي ام اف. راح نفترض انه هو هذا السيستم اللي موجود عندنا هنا، هذه اللوحه اللي هي تمثل لوحه الارقام او الدايلينج بالنسبه للتليفون. الاليه مالتنا صارت بالشكل التالي، او خلينا نقول الميكانيزم اللي راح نتبعها حتى يصير عندنا عمليه سلكشن للسيستم، انه انا راح اقسم النمبرز مالتي من 1 إلى 9، اضيف عليها تو سبيشال كيس اللي هي الستار، وعندي الهاش بهذا الشكل. راح اختار هنا عندي الهاي جروبز اللي هو يمثل هاي فريكوانسيز، طبعا اللي هو ابتداء من 10 من 1209 الى 1633 هرتز، ويمثل هو عباره عن الهاي فريكوانسي. وهذا عندي الكولوم راح يمثل اللو فريكوانسي اللي راح يبتدي من 941 هرتز الى 697 هرتز. فمثلا اولا قبل لا نبدا بالتفاصيل على كيفيه عمليه سيلكشن، خلي ناخذ اختصارات. هذه هي تمثل او اختصار لديوال، تمثل هي عبارة عن لديوال، وهسه راح نفهم شنو نقصد بديوال. عندي هذا التون، هذا المالتيبل، طبعا هذه فريكوانسي. اوكي، فبالتالي هنا المبدأ، مثلا اذا عندي رقم، خلينا نفترض انه الرقم اللي موجود عندي هو 1 3 8، هذا الرقم اللي يريد مثلا انه اسوي له عمليه ارسال. فبالتالي ما هي الميكانيزم اللي عندنا؟ اولا الرقم الاول راح اجي اضغط على 1، اذا ضغطت على 1 راح يصير عندي عمليه ارسال بالنسبه للهاي فريكوانسي، راح يكون عندي هذا الرقم اللي هو ال 1209 هرتز، وبالنسبه لللو فريكوانسي راح يكون عندي هذا الرقم اللي هو يمثل 997 هرتز. زين، فبالتالي بالريسيفرز بدائره الاستقبال راح يوصل هذول الترددات اثنيناتهم، هذه الترددات اثنيناتهم بعمليه التقاطع بالنسبه لهم راح يفتهم دائره الارسال بانه الرقم المضغوط او المرسل هو 1. نفس الكلام بالنسبه للرقم 3، من اضغط رقم 3 راح يصير عندي الرقم اللي هو او التردد اللي مرسل بالنسبه للهاي فريكوانسي هو 1477، وبالنسبه لللو فريكوانسي راح يكون هو عباره عن 697 هرتز. نفس الكلام الثمانية، راح اضغط على 8، من اضغط على 8 راح يكون عندي الهاي فريكوانسي هو 1336، وبالنسبة لللو فريكوانسي راح يكون المرسل هو 852 هرتز. فبالتالي دائرة الاستقبال راح تفتهم. هذا الارسال بالنسبة لي في كل حالة ترددات اثنين هي اللي نسميها بالتون او الدوال، انه انا اجري عملية ارسال ل تو فريكوانسيز. فبالتالي الآلية مالتنا قائمة، او خلينا نقول الميكانيزم تحولت، بدل ما انه انا ارسل او ابحث عن كل الترددات اللي موجوده عندي، زين، انه هنا صار عندي عمليه ارسال لترددات اثنين، وبالتالي احدد واقلص من دائره الحسابات، وبالتالي التعقيدات اللي يمكن ان تظهر عندي في عمليه الحساب. زين، هسه هذا المثال لعمليه الفريكوانسي سلكشن، او هو مثال اخر من الامثله اللي ذكرنا انه احيانا احتاج بها عمليه سلكشن للترددات، وبالتالي ما اكون مجبر على حساب كل الدي اف تي frequencies.
طيب شنو علاقتها بالكورتيزول الجوريثم وما علاقته بعملية الاختصار بالنسبة لي للسلكشن بالنسبة للفريكونسيز؟ زين، المبدأ القائم على أساس عملية تقليص أو اختصار عدد اللي نسميها الريال فاليو مالتيبليكيشن هو باستخدام الكورتيزول الجوريثم. زين، هذه المبدأ أو هذه الآلية هي قائمة على أساس تحويل الدايركت كومبيتيشن او الطريقه الاعتياديه لحساب الدي اف تي كوفيشنت عن طريق تحويلها باستخدام ما يسمى عندنا الكونفرتنج الدي اف تي كويشن الى معادله مشابهه لمعادله الكونفوليوشن، وبالتالي عمليه الاختصار في عمليه الحساب والتحديد بالنسبه للمعادلات. زين، مبدا التحويل، كيف انه نحول المعادله مالتنا الاعتياديه الى معادله مشابهه للكونفوليوشن؟ زين، خلي ابدا بالمعادلات اللي هي تمثل المعادله الاصليه للاكس اوف كي. انا عندي معادلتين، يعني معادله اللي هي الدايركت اكس اوف كي، والمعادله الثانيه هي الانفرس الاكس اوف كي، ونسميها الاكس اوف ان. يعني عندي اكس اوف كي اللي هي تمثل الدي اف تي كوفيشنت، واللي احسبها حسب المعادله سيجما لان من 0 الى ان كابيتال 1 للسيكونس مالتي الاكس اوف ان في الاكسبونينشال اللي هو ماينس جي 2 باي على كابيتال ان مضروب في مقدار قيمه الكي ان. وعندي السيكونس او المعادله المعكوسه اللي هي تمثل هسه، هذه تمثل هي الدي اف تي، وعندي الانفرس دي اف تي هسه هذه، وهذا الانفرس دي اف تي اللي هي الاكس اوف ان واللي هي 1 على كابيتال ان سيجما لان من 0 الى ان ناقص 1 الى هالمره راح يكون عندي اكس اوف كي في الاكسبونينشال جي، اولا موجب هنا عندي سالب، راح يكون عندي 2 باي على كابيتال ان، هنا عندي نفس الكلام كي ان. هذين المعادلتين الاصليه. زين، هذول المعادلتين حتى نقلل مقدار قيمه التعقيد، والتعقيد ناشئ من عدد الملتيبليكيشنز والادنج، بمعنى انه عدد الملتيبليكيشن اللي راح يكون عندي دائما في هذه العمليه، وهذه ناقشناها من ذكرنا موضوع الاف اف تي واهميه استخدام الاف اف تي في عمليه اختصار عدد الملتيبليكيشنز. النقطه اللي تؤخذ على الدايركت دي اف تي او اي الانفرس دي اف تي انه عدد الكومبلكس ملتيبليكيشن يكون مساوي لمقدار قيمه الان، هذه هو النمبر اوف كومبلكس ملتيبليكيشن خلال عمليه الاجراء. زين، بينما الكومبلكس اديشن راح يكون هو عندي ال n ناقص 1 هو يمثل النمبر اوف كومبلكس اديشنز خلال عمليه الحساب. طيب الريال اوبريشنز اللي جاي يصير عندي في عمليه، يعني خلينا نقول التعقيدات اللي تظهر عندنا بدلاله الريال اوبريشنز راح تكون هي تساوي ال 4 n سكوير. زين، هذه النقطة الثانية، انه انا عندي 4 ان سكوير، طبعا عندنا الان معروفة، عندي ال 4 ان سكوير هذه تمثل الريال ملتيبليكيشنز اللي تظهر عندي خلال عملية الحساب. زين، وبالنسبة للريال اديشن يكون عندي 2 كابيتال ان في كابيتال ان ناقص 1 هذه تمثل عدد الريال اديشنز خلال عملية الحساب. زين، هذول كلهم انا ما احتاجهم، يعني في بعض التطبيقات اللي تكون بها عمليه سلكشن للترددات او عمليه ارسال تردد معين، زين ما يتطلب او ما احتاج انه احسب كل هذه الامور، وبالتالي راح يكون عندي عمليه شنو؟ تعقيد. فبالتالي نلجا الى عمليه خلينا نقول انه استخدام الفاست ميثود حتى نستخدم خلينا نسميه التايم سيفنج بعمليه انه اختصار الحسابات. اعتمادا على من؟ على خاصيتين، الخاصية الأولى هي الخاصية الكونجكشن أو الكونجيجيت سيمتري، والخاصية الثانية هي البريديوسيتي سيمتري اللي هي القائمة على أساس كون أنه مقدار قيمة الإكس الإكسبونيشال ماينس كي إن، أو خلينا نقول أنه بما أنه مقدار قيمة الكابيتال دبليو للناقص كي إن سب كابيتال إن يساوي لي 1. زين، هذه الخاصية هي اللي راح استفاد من عندها بين عملية تحويل الدايركت دي اف تي الى كونفوليوشن. خلي اشتق المعادلة مالتنا وحتى على اساسها راح نفهم كيفية انه استخدام السيستم او الموديل مالتنا. هسه اول خطوة اقول بما انه هذا المقدار يساوي لي 1، اذا راح يصير عندي معادلة الاكس اوف كي اللي هي المعادلة الاعتيادية اللي ذكرناها اللي هنا،
راح تكون مساوية إلى تساوي، راح أضرب في هذا الفاكتور كابيتال دبليو ان ناقص كي ان في سيجما لي، خليها من ام تساوي لصفر إلى مقدار قيمة الكابيتال ان ناقص واحد للسيكونس مانت اللي هو الاكس اوف ام في كابيتال دبليو ان كي ام، هذا بالحسب التعريف. أضربت بهذا المقدار وكأنه ضرب في واحد فما تأثرت المعادلة. زين، لذلك هسه راح أدخل هذا المقدار هنا لإعادة صياغة المعادلة مالتي، راح تكون هي مساوية إلى سيجما من أم تساوي صفر إلى كابيتال أن ناقص واحد للسيكونس إكس أوف أم في كابيتال دبليو، هالمرة أدخل هذا اللي هنا، راح يكون عندي سب أن، هذا هنا عندي مشترك الكي ناقص أم، راح يصير عندي ناقص كي أن كابيتال أن ناقص أم. أوكي، صارت المعادلة عندي. إذن هسه هذه المعادلة الثانية، خلي أسمي هذه المعادلة واحد، هذه المعادلة اثنين. إذا انتبه على المعادلة الثانية، الشكل مالتها العام هو كأنه هو عبارة عن معادلة الكونفوليوشن، فبالتالي أقدر أنه أستخدمها وكأنه عملية التحويل هسه أصبحت وكأنه أنا عندي فلتر أو عندي سيستم، بمعنى أنه أنا عندنا إدخال وعندي إخراج، عندي X of N وعندي هنا Y of N، وهنا طبعا عندنا ال H of N اللي هو الامبرس ريسبونس بالنسبة للسيستم. المعادلة مادتي هذه إذا بديت أتعامل وياها على أساس الفريكونسيز، فبالتالي حساباتي لل Y of K هو يساوي قيمة ال X of K مضروب في مقدار قيمة ال H of K، وهذا الكلام في حالة الفريكونسي. لكن إذا أريد أوجد على أساس ال Y of N سيكونس مالتي، فراح أصور أنه ال Y of N sub K هو يمثل ال output مالتي أو الريسبونس، راح يكون هذا هو عبارة عن الريسبونس، والريسبونس حسب اعتمادا على الكونفوليوشن أقول هو عبارة عن مقدار قيمة ال X of N convolution مع ال H of N، مثل ما أنه ناقشنا في المقطع السابق المتعلق في موضوع اللينير والسيركلر convolution، يمكن إيجاد الريسبونس للسيستم متى ما يكون عندي مقدار قيمة ال X of N معلوم وال H of N أو الامبرس ريسبونس بالنسبة للسيستم معلوم. طيب، هذه المعادلة كيفية حسابها؟ أحسبها بالنسبة للكونفوليوشن هي عبارة عن سيجما للأم من صفر إلى مقدار قيمة الكابيتال أن ناقص واحد للسيكونس ماتي إكس أوف أم مضروب في مقدار قيمة الكابيتال دبليو سب أن لناقص كي أن ناقص أم. هذه معادلة الكونفوليوشن لإيجاد مقدار قيمة الريسبونس. طيب، خلي أفترض هنا أنه لو كان عندي الإمبلس ريسبونس معادلته هي عبارة عن الامبرس ريسبونس H of N يساوي هو عبارة عن كابيتال W sub N ناقص KN، وقلنا هذه قيمتها واحد ما راح تأثر على المعادلة، مضروبة في مقدار اليونت ستيب U of N، وهذه خلي أسميها معادلة، هسه هذه معادلة ثلاثة، هذه معادلة أربعة. زين، هذا طبعا هنا السيكونس مالتي بما انه انضرب في اليو اوف ان، بمعنى انه قيمته راح تكون مساويه الى صفر في قيم ان اللي هي اقل من صفر، باعتبار انه اليو اوف ان هي معرفه دائما فقط من زيرو الى الانفينيتي، للقيم اللي راح تكون اقل من زيرو هي قيمتها صفر، وبالتالي راح تكون بهذا الشكل المعادله مالتنا. طيب، هسه هنا اذا اريد اوجد مقدار قيمه الاوتبوت، فنقول اذا the output of the filter، خلينا نفترض انه انا عندي لينير فلتر محسوب عند ان تساوي لي كابيتال ان بهذا الشكل، راح تكون مساويه الى مقدار قيمه الكابيتال اكس اوف كي تساوي لي مقدار قيمه الواي سب كي اوف ان عندما يكون عندي مقدار قيمه الان مساوي للكابيتال ان. زين، وهذه المعادله خلينا نسميها معادله خمسة. اوكي، من هذول المعادلتين هسه اذا لاحظ المعادله واحد واثنين وثلاثه، زين راح احصل على انه وكانه يمكن ايجاد ال الترانسفير فانكشن بالنسبه لهذا الفلتر. يعني اصبح عندي هنا فلتر، هذا فلتر الى ادخال الى اخراج، ممكن ايجاد الترانسفير فانكشن اللي هي الاتش اوف زد اللي هي الواصفه لهذا الفلتر. فعلى ضوء المعادلات مالتنا هسه اللي هنا الترانسفير فانكشن مالتي الواصفه لهذا الفلتر، راح تكون المعادله مالتها هي موصوفه بالشكل التالي، انه مقدار قيمه الكابيتال اتش اوف زد سب كي هي تساوي 1 على 1 ناقص كابيتال دبليو سب ان لناقص كي ان سمول ان هذه في زد اس ناقص واحد. واذا انتبه على هذه المعادله هي عباره عن فلتر يمتلك بولز
وهذا البولز هو موجود باليونت سيركل، يعني على اليونت سيركلز عندي بولز، وهذا البولز موجود على اليونت سيركلز، وبتردد مقدار قيمة التردد هذا الفريكونسي هو عبارة عن مقدار قيمة الكابيتال دبليو كي اللي يساوي لي 2 باي كي على كابيتال ان. طيب خلي ارسم المخطط اللي يمكن انه احصل على اساسه المعادلات اللي واصفه. المعادلة مالتنا راح يمكن تكون بهذا الشكل. اذا اريد انه احدد مقدار قيمة المخطط العام اللي على اساسه اشتغل بهذا الترتيب. طيب هسه هنا قبل لا ادرس بالرسم خلي اخذ الدفرنس اكويشن اللي واصف الاوتبوت مالتي للريسبونس. الدفرنس اكويشن مالتي راح تكون معادلتها انه y of n sub k هي تساوي كابيتال w n ناقص k، اوكي، مضروب في ال y of n ناقص 1 sub k زائد زين مقدار قيمة ال x of n. هذه هي تمثل الدفرنس اكويشن للمعادلة مالتي، ومقدار قيمة ال y of سالب 1 لل k تساوي 0 باعتبار قلنا انه دائما معرف من 0 للانفينيتي، بالتالي قيمتها بالجزء السالب راح تكون لقيم n السالبة راح تكون مساوية الى 0. طيب على ضوء هذه المعادلة الشرط اللي كتبناه هنا انه مقدار قيمة ال y of n تساوي لي مقدار قيمة ال x of n لقيم n تساوينا كابيتال n، هذه 4k تساوي 0 1 الى ان اوصل الى مقدار كابيتال n ناقص 1. اوكي طيب صارت المعادلة مالتي بهذا الشكل اللي هي المعادلة الواصفة للترانسفير فانكشن الواصفة للفلتر. فيمكن انه اتعامل وياه على اساس الفريكوانسيز، فيمكن انه اعيد كتابتها وارتب المعادلة مالتي بدلالة مقدار قيمة السيكونس او بدلالة الفريكوانسيز اللي موجودة عندي. طيب خلي ارسم المخطط العام. لو فرض انه انا عندي هذه ادخال، هذه تمثل x of n. طيب هسه هنا أنا اذا اريد انه عدي سيجنال، السيجنال مالتنا هي عبارة عن هذه هنا مثل الشكل، هذه الريسبونس مالتي اللي هو يمثل مقدار قيمة ال y k of n. هنا راح يكون عندي مقدار السيجنال مالتي ال v of n هذه k. هنا راح يكون بي شيفتنج بمقدار قيمة z سالب 1، بعده راح يكون عندي شيفتنج ب z ناقص 1. اوكي هذه هنا راح يكون عندنا مقدار قيمة المعادلة هذه بهذا الشكل، راح ينضاف إلها هذه زائد، هنا راح ينضاف عندي الحد اللي هو 2 كوساين التردد مالتي اللي هو 2 باي كي على صاب ان او كابيتال ان، هذه هنا راح ينضاف وياها بسالب 1 بهذا الشكل. زين هنا راح يكون عندي هذه زائد بهذا الترتيب، هذه هنا راح يكون عندنا مقدار قيمة الكابيتال دبليو كي صاب ان. زين هذا شو نسميه المخطط؟ هذا المخطط هو المخطط الواصف للمعادلة مالتنا بدلالة الفريكونسي اللي هو المعادلة اللي تعطى بدلالة التردد العام للدالة، وممكن انه نتعامل وياه بهذا الشكل انه ال h of k، خلي اكتبها اللي هنا تكون واضحة الطالب، انه h of z transfer function مالتي of k تساوي هي عبارة عن 1 ناقص capital W k sub n في z أس ناقص 1 على 1 ناقص 2 كوساين 2 باي k على sub n أو على capital n z أس ناقص 1 زائد z أس ناقص 2، لذلك صار أنا عندي 2 shifting z ناقص 1 z ناقص 2. زين فبالتالي إذا أريد أتعامل المعادلة بهذا الشكل صارت المعادلة مالتي الواصفة للسيستم موصوفة بهذا الترتيب وعلى هذا الأساس. طبعا هنا إذا أريد أنه نكتب المعادلة ككل نتبعها، أن مقدار قيمة الـ V of N sub K هي عبارة عن 2 كوساين 2 باي كي N V K N ناقص 1 ناقص V K N N ناقص 2 زائد الـ X of N واللي يتمثل الـ Difference Equation مالتنا. فبالتالي هسه العلاقة اللي أصبحت أدي أو أنه المفهوم العام لل كورتزل الالغوريثم انه الغرض من عنده هو عمليه سيلكشن او عمليه اختصار او تحويل كيفيه انه اختصار وتحويل المعادله العامه لمعادله الدي اف تي من صيغتها اللي هي الدايركت الى صيغه بدلاله الكونفوليوشن فورم، وبالتالي انه تقليل العدد المالتيبليكيشن وتقليل عدد الادنج للسيستم، وبالتالي اقدر احصل على العلاقه المناسبه. ممكن انه اعيد صياغه المعادله مالتي بشكل ثاني،
يعني نقدر نتعامل ويا المعادلة مالتنا بالشكل التالي، انه انا عندي x of n، راح اصور هذه ال x of n، زين عندي بهذا الشكل حتى احصل على من على ال y of n، راح احصل هذه ال y of n. طيب شنو جاي يصير عندي؟ خلي افترض انه هذه النود الاولى وعندي هذه النود الثانيه اللي تمثل الفلتر مالتنا والامبلس ريسبونس بالنسبه للمعادله، فبالتالي هذه راح تكون بهذا الشكل بهذا الترتيب. هذه هنا راح يكون عندي دي كابيتال دبليو سب كي، هنا ناقص كي سب كابيتال ان، وهنا انا عندي مضروبه في مقدار قيمه الزد اس ناقص واحد بهذا الشكل. اذا اريد اعمل طبعا هذه واي كي، هنا انا عندي اكس سب كي. هاي المعادله هسه اذا اريد اكتبها اقول انه مقدار قيمه الاتش اوف زد سب كي الترانسفير فانكشن تساوي هذه هنا هي تمثل فيس اوردر، فبالتالي واحد على طبعا هذه هنا عندي هالشكل، واحد على واحد ناقص حاصل ضرب هذول اللي هو راح يكون كابيتال دبليو كابيتال ان ناقص كي في مضروب في زد اس ناقص واحد. هذه هي المعادله مالتنا، وعلى اساسها نقدر انه نلاحظ الفرق ما بين المعادلتين. المعادلتين اللي عندي انه مقدار قيمه الاوتبوت، الاوتبوت اللي هو y of n sub k اللي هو يساوي لي ال y of n ناقص واحد sub k مضروب في مقدار قيمه الكابيتال w ناقص k sub n زائد السيكونس مالت x of n، وهذه معرفه لقيم ال n تساوي صفر واحد الى ان اوصل الى مقدار قيمه الكابيتال n. زين، وبالنسبه هاي منه هذه الريسبونس بدلاله ال n، لكن اذا اريد اوجد الكوفيشنت اللي هو ال دي اف تي كابيتال x of k يساوي مقدار قيمه ال y of n k محسوب عند قيمه او عند شرط مقدار قيمه الكابيتال n تساوي للسمول n، وهذه اللي قيم k تساوي صفر واحد الى كابيتال n. زين، هذن المعادلتين اللي بيناتهم هم تمثل العلاقه اللي على اساسها انه نستفاد من معادله الكورتزل فلتر، او انه عمليه الايتريشن اللي نستفاد من عندها. مثلا اوجد الواي اوف كي 1 الواي اوف كي 2 الى ان اوصل لمقدار قيمه ال n. زين، اقدر انه اقلل مقدار قيمه الايتريشن، وبالتالي المعادله العامه راح تقل، وبالتالي راح تصير عندي عمليه سلكشن وتحديد اقل لعمليات الحساب، وبالتالي استفاد من التبسيط واستخدام هذا الالجوريثم.